الفحم من الحاجات المفيده جدا لعلاج الحبوب وكمان الليمون، عشان كده النهارده هنعمل ماسك الفحم والليمون لعلاج حب الشباب. في طبق صغير هنحط قرصين فحم ونطحنهم، هنضيف عليه نص معلقه عسل ابيض، ونضيف عليهم نص ليمونه، ونضيف عليهم معلقه كبيره ميه ورد، ونقلبهم مع بعض. بكده احنا عملنا ماسك الفحم والليمون. هنسيب الماسك على وشنا لمدة ربع ساعة او لحد ما ينشف تماما، بعد كده هنفركه ونغسل الوش بمية فترة وبعد كده مية باردة، وبعدين نحط حتة تلج على وشنا عشان كل المسام تتقفل. واستنوا وصفات جديدة للبشرة والجسم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.